خوش ويكاند مبارك، وحنا مريحين في القهوة كنفطرو في هاد الصباح. دابا شكون شي 12 بحال هكاك، ويكاند مبارك كما قلت لكم، وتجربة من أحسن وأفضل الكونيكسيون اللي كاينة في المغرب. واليوم الحد يعني كلشي مريح. وصلاش قبل ياش 26 ميجا. شنو دابا شحال باش وصل 13 ميجا، شي حاجه مزيانه طيبه. مني كتكون القهوه خاويه كتوصل 30 ميجا كثر هاد المره، ودابا وصلت 13 ميجا، شي حاجه كما قلت لكم مزيانه. وغالبا كنستعمل كابتور واي فاي، دابا بلا كابتور واي فاي في الابلود غادي توصل شي 6 تقريبا اولا 5 ونص، شي خير بزاف. هاي وصلت 6 دات لي خاطري. هانتوما كيما كتشوفوا شاركنا معكم اجود لي كونيكسيون فيبر اوبتيك اللي كاينه في المغرب. هادي غير 100 ميجا، 200 ميجا كتكون الدوبل ديالها. يلاه ان شاء الله ليا خاصك، ويكاند مبارك.